راه اللي كيرضى يدير داك المكياج ديال العيالات، يديكيزا مكياج العيالات ويرضى انه يكون داير العكار وداك الشيء، راه سميتو كيكون مقيوس بهداك الشيء. الله يعافينا. ماشي الرجال والله، ما تلقاش راجل يزعم يدير لك العكار ويخرج به حكاته ورات نشاط. اي حسابي بداكم، وخلينا رجال مع رجال. السلام عليكم. باش تفهموا على واحد القضيه، الله يرحم الوالدين، حنا راه ما جايينش من شي فضاء ولا جايين من شي جبل ولا قاطره بيننا، لا يحانا شي طياره لحتنا في هاد البلاد وزادت خلاتنا هنايا كنلغطوا مع بنادم. حنا مغاربه صح، كلشي مغربي هنايا، وحتى واحد ما يزايد على الاخر في المغربي ديالو، حتى واحد ما يزايد على الاخر في مسلميتو، كلشي مسلم كلشي مغربي، كلشي باغي هاد الدين هذا هو اللي يسود في هاد البلاد السعيده، كلشي باغي الاسلام، كلشي مآمن بانه هادي حرام وهادي حلال، ربي سبحانه وتعالى نزل الحرام والحلال، وكلشي عارف شنو هي الرجوله، شنو هي الترجلي، شنو هي المقاييس، شنو هي الانوثه، شنو هي الطاعه، شنو هي كلشي عارف هادشي، كاع المسلمين أبار المعصية كلنا كنعصاو الله سبحانه وتعالى، الله يتوب علينا وربي عارفنا كنغلطو ونستغفرو ونغلطو حتى نلقاو سبحانه وتعالى. لكن ميجيش بنادم يبقى يلصق شي حوايج شي أفكار عندهم هما باغيين يرونوها كيخلقوها، تيسميوها في التراث، يسميوها في الروينة الكحلة. شنو التراث أصاحبي؟ تاش من تراث أصاحبي؟ وقتاش كانوا الرجال كيديروا العكر في التراث؟ اش من تراث اصاحبي؟ بنادم حنا مقاتلين مع الشيخات والتبرج، الله يعفو على العيالات وخوتنا ووالدينا، والله يعفو على الجميع، كل شيء في تراث، ولكن حتى الرجال بقاو نتقاتلوا معاهم تراث اصاحبي. تقولي التراث تخربقوش لينا داك الشويه ديال جايين في الوقيته اللي جاي متحول، تيقول لك انا مستعد نمشي لجهنم الا كان هذا الشيء غلط، ولا هذا الشيء اللي كندير غلط مستعد نتحرق في جهنم. الوقيت اللي جاي مطولين الشعر تانتوما وبيروكات والعكورات وداك الشيء، وتقول لي تورات الامازيغ كيتبرؤوا من هادشي، وكنعرفوا خوتنا امازيغ واشراننا امازيغ بريئين من هاد التخربيق هذا. بقاش تقول لي تورات اصاحبي، ما تخربقنيش بالتورات ولا ماشي رجله هذيك صافي، العكر والضفار والصباغه وداك الشيء ماشي رجله، كانوا شحال هادي هاد بوجلود كيديروا داك العيبات، كيديروا داك شويه د البطانه وكذا، ويخلعوا الدراري الصغار ويضحكوا له صافي، ديكيزاو ديكيزمون ديال الرجال، ماشي ديكيزمون ديال الدارك كوين ولا الدراك كوين ولا مرا ديال العيالات، داكشي ديال العيالات اصاحبي، الصباغه والضفار داكشي ديال العيالات في ديورهم. تخربقوناش وما تخربقوش لينا الدراري الصغار المسلمين طالعين رجال حارين، تيخرجوا داك الترجلي ديالهم في حوايج خايبين، في التخريب، في الكره، في اللعيبات، باش يهربوا منكم، باش يهربوا من هادو اللي ماشي رجال، باغيين يطلعوهم لينا في شكل منفسين. ما تطلعوش لينا الدراري منفسين اصاحبي، خليونا نتقاتلوا مع بنادم اصاحبي، يطلعوا لينا رجال مسلمين زوينين، تيقدروا المرأة ديال بصح، تيخافوا على خواتاتهم، وماشي ديوتيين ومبرسطين هازين الهم ديال هاد الحياة مع الإسلام، مع داكشي اللي أمر به الله سبحانه وتعالى. تاش من تراث أصاحبي، ما فهمتش، والله المستعان. راه حنا مغاربة باغينا الخير للبلاد، وكنتقاتلوا ما كيعجبوناش حوايج خايبين وكذا، راه اللي كيرضى يدير داك المكياج ديال العيالات، يديكيزا مكياج العيالات ويرضى انه يكون داير العكار وداك الشيء، راه سميتو كيكون مقيوس بهداك الشيء. الله يعافينا. ماشي الرجال والله، ما تلقاش راجل يزعم يدير لك العكار ويخرج به حكاته ورات نشاط. اي حسابي بداكم، وخلينا رجال مع رجال اصاحبي، ما يرضي عليك وتتعصمونا كاع واحش وما فهمت ونغوتو كاع.